إلهام الفاضلة تتحدث عن الذهب وأسعاره وفخامة الشبكة التي حصلت عليها والدتها يوم زفافها، وذلك بعد أن تزوجت زينب الموسوي طليقة شاب جوهر زوج إلهام الحالي من تاجر مجوهرات يدعى عبدالله العمر، قدم لها الكثير من الذهب الثمين الذي تعمدت إظهاره للمتابعين. وكان من المستغرب أيضا لدى المتابعين ظهور إلهام ووالدتها بعد كل التهم التي وجهتها لها هي الشعيبي سابقا بأن إلهام تخلت عن أمها وأسرتها حين كانت الوالدة في السجن على خلفية ما ارتكبته عام 2003. في التفاصيل، نشرت الفنانة إلهام الفضلة عبر حسابها في سناب شات عدة مقاطع تتحدث فيها مع والدتها التي تزور عندها عن الذهب دون أن تظهر الوالدة، وكان فقط صوتها في الخلفية، حيث بدأت إلهام تسألها كم أحضر لك والدي من الذهب وكم كانت أسعاره يومها، مستخفة بذهب اليوم عبر مدح الذهب في الماضي وجودته، وهو ما ربطه المتابعون بأنها محاولة للتقليل من شأن زينب الموسوي وزوجها الجديد وعمله وكل الصاغة التي قدمها لها. يوم أبوي شرى لك مضاعة ذهب كم؟ ست نص درزن. 40 دينار كامل درزن. هذا يملك علي بالخطوبة 6 ب20 دينار. 6 مضاعد بخطوبتك 20 دينار. وبعدين الدرزن 12 مضعد. 12 مضعد بكم؟ 40 دينار. شبكتي بمية. وشبكتك مية. كف هذا كامل مال ايد. ايه. 5 أصابع 25 دينار. ايه. شف كامل 5 أصابع 25 دينار. الحين وين؟ وشبكتها 100 دينار. و12 مضعد. درزن كامل 40 دينار. وعندك نص درزن ب20 دينار. يعني كله مايا 250. مايا 200. شوفوا الذهب اول. والله العظيم. الحين نشتري براند اغلى منه. ما شاء الله والله. وساعه ذهب 20 دينار. ساعه ذهب 20 دينار. 20 دينار حق ارسي. ودبلتي 5 دنانير. ودبلتها 5 دنانير. وكله ذهب. ولا ذهب اول بعد. وين ذهب اول؟ حكي ثقيل. اي والله. الحين كوب القهوة 5 دنانير. دبلت أمي، دبلت أمي صارت من بقلاص قهوة. الدبلة مو الرفيعة. لا. اللي حتى صبعي ما أقدر أسكها كذي لأني واصلة. العريضة. العريضة. إيه ذهب أول صدق غير. كما كانت إلهام قد نشرت أيضاً فيديو تتحدث فيه عن العض الذي تقوم به في مسلسل أمينة حاف، حيث تبين أنها اعتادت هذه الحركة منذ الصغر، فكانت تعض والدها لدرجة أن تؤذيه. تسمعون سالفة أمي؟ طبعاً كان شوف أمينة، فشت تقول غادة، شت تقول إلهام كل مسلسلاتها تعض، قلت هي عشان ما أطق ما صوتر وما هذا، فهذه العضة لأني ما عض صج كذي ف. تمويه اني انا قاعد اطق. كانت تقول امي مباشره قلت ايه؟ عضيت ابوك؟ كانت تقول عضيت ابوك مره وعلي عضه وانا قاعده اطلق فيك. المسلسلات كلها تعضين. كانت تقول من كذي طلعتي انت عضابه في المسلسلات كلها تعضين. تقول والله ليش يعني يوم حايش امي وكذي مكان ضروسي وصايره سرقه. تقول وعلي كتفه كان اسرق ومكان ضروسي ولادتي انا كانت من كذي طلع. شفتوا عرفتوا شنو السبب اني انا في المسلسلات كلها عضابه.